إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، نتحدث اليوم عن غزوة هي غزوة العز وفاتحة الآمال، غزوة تعد في تاريخ المقاييس العسكرية المادية معجزة التاريخ، لا يمكن لأحد أن يطلع على تفاصيلها إلا ويدهشه ذلك. وكلامنا عن مؤتة، غزوة مؤتة كانت تحولاً في التاريخ العسكري الإسلامي، إذ كانت أول المعارك خارج الجزيرة. كانت هذه الغزوة بنوع من التدبير، ولا شك أن التدبير الإلهي هو السابق لكل تدبير، ولكنه كان تدبيراً نبوياً حصيفاً أن غير مسار المعارك وغير اتجاه الغزو خارج جزيرة العرب إلى بلاد الشام. كانت هذه الغزوة، قبل الحديث عن أي تفصيل فيها، كانت فاتحة الفتوح لما بعدها. كانت في السنة الثامنة، في السنة التاسعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. ذلكم أن الرومان حينما وجدوا بوجع الهزيمة الشديد أرادوا أن يردوا الصاع بصاعين وأن يكسروا الدولة الإسلامية الناشئة وأن يقضوا على كل أمل للعرب في أن يحكموا هذا العالم. فجمعوا جيشاً من المختصين يبلغ 40,000 جيش نخبة، 40,000، بينما جيشهم في مؤتة 100,000. أخذوا نخبة فيها 40,000 انطلقوا، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا كله بعد مؤتة. وجمع كل من يستطيع الخروج ممن قاتل أو لم يقاتل، فاجتمع له نحو من 30,000. فلما بلغ تبوك، ما الذي حصل؟ لقد أثر في الرومان التاريخ الذي سبق قبل سنة، فروا في الطريق، تشتتت جموعهم وتركوا بلادهم شاغرة ليحكمها أهل الإسلام. وكان الناس في ذلك في تلك المنطقة من هنا إلى تلك البلاد وما بعدها كانت تدين بالولاء للرومان، والناس يحبون أن يعرفوا موازين القوة، فتركوا الولاء للرومان
وتحولوا بولائهم إلى العرب لأنهم يعلمون أنها الدولة القوية في المنطقة وهي القادمة. هذه إشارة إلى الآثار لمن لا يفهم لماذا رجع خالد بالجيش. لا يمكننا أن نفصل كل شيء في هذه الغزوة. يقال إن سبب غزوة مؤتة أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا، وكان يرسل الرسل إلى ملوك الآفاق، إلى ملك بصرى، وأن عامله قتل هذا الرسول. وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الدعاة إلى الآفاق، وأنه أرسل إلى هذه البلاد 12 رسولا أو 15 رسولا، فخرجوا إليهم وقتلوهم، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وسلمهم راية. أمر على الجيش 3 على الترتيب، وقال: إن أصيب جعفر، إن أصيب زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. هذا ترتيب، ولم يؤمر من بعد ذلك. وودع الجيش، خرجت الجموع تودع تلك الجيوش، وهذا الجيش حينما يكون من مكونا من 3000 فقط، وهذا عدد بالنسبة للمسلمين إلى ذلك الوقت ليس بالعدد القليل، وخرجوا، خرجوا في أداء مهمة. ليس المقصود القضاء على الرومان، ليس المقصود القضاء على الملايين، وإنما المقصود أداء مهمة محددة، أن يعلموا الناس أن المسلمين ليسوا لقمة سائغة، وأن يطأوا بخيلهم أرض أولئك القوم. انطلقت جموع الجيوش المؤمنة على قلتها، حتى إذا بلغت أرض معان في هذه البلاد بلغهم أن الرومان قد تجهزوا، وقد بلغ الرومان خبر أهل الإيمان، فجهز هرقل 100,000 فارس أو 100,000 مقاتل، وتجهز معه من العرب 100,000، وتحصنوا بمآب من أرض الكرك، شمالي الكرك. علم المسلمون بذلك، 100,000، قريب من 250,000، ونحن 3,000، ماذا عسانا أن نصنع؟ تشاور المسلمون، المسافة بينهم وبين أهل الكفر قريبة، وبينهم وبين المدينة بعيدة. قال بعضهم: نرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام نستشيره، إما أنه يمدنا وإما أن يأمر بشيء. فقام عبد الله بن رواحة، لم يكن هو القائد، فقال: يا أيها الناس، والله إن الذي تفرون منه لهو الذي جئتم من أجله، الشهادة، وإننا لا نقاتل الناس بعدد ولا عدة، وإنها إما النصر وإما الشهادة، إما أن ننتصر ونظفر، وإما أن نقتل على أيدي هؤلاء، هي إحدى الحسنيين، بأيهما طفرنا فنحن فائزون. هكذا إيمان أهل الإيمان، فبحث عن موضع القوة في المسلمين فنبشه، قوية العزائم وقوية المعنويات، وانطلق القوم، انطلقوا بعزيمة أهل الإيمان التي لا يفت بعضدها قوة أهل الكفر مهما بلغت، وضعف أهل الإيمان في العدد والعدة مهما بلغ، لأن القوة لم تأتي من تلك الأمور المادية، مع أنها مطلوبة وأعدوا. واحتدمت المعركة، حمل زيد بن حارثة الراية، وأخذ يقاتل قتالا عنيفا تتطاير الرؤوس بين يديه، وتنسكب دماء أهل الكفر على الأرض، واستمر القتال طويلا، ثم شاط في رماح القوم
سقط اللواء فأخذه جعفر بن أبي طالب وأخذ يقاتل القوم قتالا شديدا واستبسل استبسالا مقطوع النظير حتى لم يبق في جسده موضع إلا وفيه رمية أو طعنة وقطعت يداه وحمل اللواء ومقطوع اليدين. الإنسان منا لو جرح لا يستطيع أن يتحرك، لو كسرت يده أي حركة فيها تؤذيه. واستمر حتى أسلم الروح، لم يسلم الروح حتى بذل ما بذل، وأخذ الراية عبد الله بن رواحة. لما قاتل جعفر قال يعني يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روح قد بدا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها. رأوا حينما قلبوه وعدوا ما فيه 99 بين رمية وطعنة. عبد الله بن رواحة كان شاعرا، أخذ ورأى ما حصل في قائدين قبله، ورأى ما عليه الناس، ورأى كثرة هؤلاء، فتردد قليلا وماذا يريد أن يفعل، ثم قال: أقسمت يا نفس لتنزلنه طائعة أو لتكرهنه، ما لي أراك تكرهين الجنة، إن أنت إلا قطرة في شنة، لطالما قد كنت مطمئنة، إن أجلب الناس ورنوا وشدوا الرنة، أو كما قال. قال الكلمات وخاطب نفسه: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد لقيت، وما تمنيت فقد لقيت، إن تفعلي فعله ما هديت. انطلق في القتال واستبسل. النبي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظات كان على منبره يخاطب الناس، فقال: أصيب جعفر ثم أخذ الراية، أصيب زيد فأخذ الراية جعفر ثم أصيب جعفر فأخذ الراية زيد أخذ الراية عبد الله بن رواحة، ثم قال: أصيب عبد الله بن رواحة وعيناه تذريفان. فالسبب في ذلك خوفه من تردد عبد الله بن رواحة، يخبرهم قبل أن يأتي الخبر، يخبرهم والقوم في القتال. قال: ثم أخذ السيف، أو ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. سقطت الراية حينما استشهد هؤلاء، أخذها في البداية ثابت وأقرم وقال له الناس: تقود؟ قال: لا أقود، والله لا أقود، ولكن انظروا من يقودكم، فأجمعوا على خالد بن الوليد، أخذ الراية. وهنا بدأت ملحمة القيادة العسكرية التي رسم التاريخ فيها معنى القيادة والتفنن والمهارة والخداع والكر والفر. أخذ الراية وأخذ يقاتل قتالا شديدا، تمر عليه الأوقات الطويلة، حتى قال كما في صحيح البخاري قال: تكسرت في يدي 9 أسياف، وما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. يضرب، كم ضرب بهذه الأسياف حتى تكسرت، كم رأس طار، كم جسد تقطع، كم خوذا انكسرت، ماذا فعل بالقوم، كيف فعل في صفوفهم ذهابا وإيابا. والحرب تستعر ثم تهدأ، وهدأت الحرب قليلا، فصنع خطة عظيمة رسمها التاريخ بالمداد من الذهب، فغير الميمنة ميسرة، والميسرة ميمنة، والساقة مقدمة، والمقدمة ساقة، فتغيرت الوجوه على المقاتلين، فظنوا أن المدد قد جاء، وأمر أناسا أن يرجعوا، فإذا طلع الصبح
أن يأتوا عشرة عشرة بالخيول يثيرون الغبار، وكلما جاء عشرة الله أكبر يكبر الجيش، فهلع الرومان وفزعوا وانخلعت قلوبهم من الخوف، قالوا هؤلاء الذين كنا نقاتلهم وهم على هذه القلة، فكيف حينما تأتي الأمداد؟ ففروا ولم يلووا على شيء، تفرقت جموعهم وأخذ المسلمون يخوضون فيهم، ثم انسحبوا. فرجع المسلمون ورجع خالد، خطة الانسحاب التكتيكي، رجع إلى المدينة بأقل الخسائر، وكان هذا نصرا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. هذا فتح، هذه الغزوة مدرسة بكل ما تعني الكلمة، أعطت العالم وليس أهل الإسلام فقط الدروس في حقيقة البسالة والقوة والمنعة والتدبير. فلا يظن المسلم أن رجوع المسلمين من هذه البلاد بعد أن تركوا فيها دماء زكية عطر عبقها هذه البلاد، وما زال يبقى ذكره على المنابر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أقول ما سمعتم، أستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، نريد أن نقف على بعض الدروس المستفادة من هذه الغزوة. نحن لا يمكننا أن نأخذ كل الدروس منها، ولكن نقف على بعضها لنعلم كيف أن لنا أسلافًا قدموا ما لم نقدم نحن، وتشجعوا حينما ربما قصرت هممنا لعلنا نتأثر بهم، وسجلت بعضها حتى لا أنساها. أولا، لا بد من العلم أن النصر لا يأتي بكثرة العدد والعدة، والله تعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولم يقل إلا إن كنتم كثيرين، إن كان إعدادكم كبيرا، إن كانت ذخيرتكم صواريخكم طائراتكم، إن تنصروا الله ينصركم، ولكنه قال: وأعدوا لهم ما استطعتم. ومنها أن القائد نعم تارة يخرج ويقاتل في نفسه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الغزوات، وآخرها كانت تبوك، وأحيانا يرسل القادة، لأن هذه القضية ستورث بعده، لا يمكنه أن يبقى قائدا مدى الحياة. من الذي سيكون قائدا بعده إذا لم يكن هنالك أناس يخرجون ويتعلمون فن القيادة، فتكون تركة السياسة والقيادة والحرب تركة تبقى في الأمة، فلا بد من أن يحرك القائد أناسا آخرين ليتحملوا هذه المسؤوليات وتعلموها. أن نعلم أن القرب من القائد، قرب المودة أو قرب الصلة أو النسب، لا يعني أنه سينجو من أن يخرج في الحروب أو ينجو من المساءلة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة أول ما وضع حبه زيد بن حارثة، ثانيا جعفر بن أبي طالب ابن عمه، ثم عبد الله بن رواحة، وكما حصل في غزوة بدر من تقدم هم إما عم له أو ابن عم له، لم يبدأ بالغريب. وهكذا القرب من القائد ينبغي أن يكون مغرما وليس مجرد مغنم، وليس أن يبعث المرتزقة، لا، الحروب الحقيقية هي التي يقودها القادة بأنفسهم أو بمن يثقون بهم. منها أيضا أن يستعمل في قيادة الناس من عنده الدين والتقوى مع الشجاعة والحصافة، وأن يكون من عنده أيضا الخبرة
وأن يعلم الإنسان أنه ربما يكون لا يستطيع، يعني ثابت بن أقرم كان يمكنه أن يقود إذا كانت القيادة مغنما، لكنه قال لا، يعلم أنه يمكنه أن يكون في موضع آخر له مكان، لكن هذا الموضع لا، فترك القيادة لغيره. وهذا الذي ينبغي، الرجل المناسب في المكان المناسب. قد يأتي النصر متدرجا في مراحل، وكانت هذه من أوائل مراحل النصر خارج الجزيرة، لم تكن واضحة لكنها اتضحت بعد ذلك حينما انكشفت الصورة في غزوة تبوك. الإبقاء على دماء المسلمين وحفظ أرواحهم مطلب ومقصد، كما أن الشهادة مطلب ومقصد. فلا يكون الإنسان دائما يفكر فقط في أن القتال في سبيل الله فقط أنه يستشهد. فخالد بن الوليد من أكثر الناس طلبا للشهادة، حتى يروى عنه أنه كان يقول: لليلة مظلمة في شدة البرد أكون فيها مقاتلا أحب إلي من عروس تزف. وفي النهاية توفي وهو على الفراش، لم يؤت مطلبه، ولكنه سيف الله المسلول بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع بالمسلمين وحافظ على دمائهم، لأنه يعلم أن هذا العدد لا يمكنه أن يقتل كل هؤلاء الذين يقاربون 250,000، وهم الواحد منهم يقاتل قرابة 70، قاتل 66 وشيء، كل واحد يقابل 66 وشيء، كيف يستطيع أن يفعل ذلك؟ فعلوا، ولكن في النهاية استطاع أن يحقن دماءهم وأن يحفظهم ليكونوا مرة أخرى في كرة جائية مرة ثانية. طيب، قال: إعمال السياسة بالكر والفر والرجوع والمجيء والإياب في المعارك، هذا من الفنون التي يتعلمها الخلق الآن. لاحظوا كيف غير وبدل في الجيش وكذا، هذا الشيء يعني أن المسلمين لم يكونوا متأخرين في هذا الأمر، بل على العكس، من بداية الأمر كان لهم اليد الطولة. وبسبب هذه من أسباب فرار الرومان، وهم يقاربون 250,000، هم العرب الذين كانوا على الكفر في ذلك الوقت ويدينون للرومان. لا تظنوا أن المسلمين فروا فقد أدوا المهمة، وطئت جيوشهم أرض العدو، وقتلوا منهم أعدادا، هم أعداد كثيرة، لا يعلم الناس كم كان قتل، كم قتل من هؤلاء. وحصلت يعني الدرس العميق المهيب في أن المسلمين ليسوا لقمة سائغة، وليس رسولهم أو دعاتهم لقمة سائغة، إذا أرسلوا مكان يقتلون، يحسب الخلق لهم ألف حساب. كل هذا يعني أن هذه مهمة قد أديت وانتهت القضية، فالرجوع هو أمر محتم. هذا نصر عظيم، وهذا فتح الفتوح، ولذلك نقول: مؤتة فاتحة الآمال ومعركة العزة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفرة المشركين أعداءك أعداء الدين، اللهم حرر بلاد المسلمين من براثن أعدائهم يا رب العالمين، اللهم ارزقنا العزة والمناعة يا رب العالمين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك وفقهم لكل خير، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.